السلام عليكم النهارده ممكن نتكلم عن قصه حجر رشيد ومناسبه ان هو عدى عليه 200 سنه على اكتشافه نقول القصه بس ما تنساش بلايك شير كومنت سبسكرايب تفعل زي الجرس تمام كده يلا بينا اولا حجر رشيد هو حجر ملكي هو بيرجع من عهد الملك بطليموس الخامس كمان شويه برضه التاريخه بيرجع الى وتسعين قبل الميلاد وكان اكتشاف حجر رشيد كان بالصدفه من قبل جيش نابليون برضه اللي كانت في مصر أصلا من حيث إن كانوا بيحفظوا تحت من حيث إن هما كانوا بيعملوا حصن قبيب من وشيد في الدلتا نفسه تمام كده؟ الكلام ده في يوليو سنة 1799 لما اتهزم نابليون وسلموا الحجر لبريطانيا كان بموجب شروط معاهدة الإسكندرية سنة 1801 وكمان الاصاب اللي لقاها الفرنسيين برضه شحنته بريطانيا واديته لغايه بورت تسموس في فبراير سنه 1802 وبسرعه بسرعه وهوب والمتحف البريطاني عبده علماء الاثار في العالم ما عرفوش ان هم يفكوا رموز حجر بشيد في سنه 1826 العالم الفرنسي شامبليون اعلن ان هو يفك حجر بشيد ان هو كان عنده خبره ان هو كان مسؤول في الاثار المصريه في متحف اللوفر هو تواصل إن هو يحل النقوش المكتوبة على الحجر من حيث الشكل البيضاوي اللي كان موجود باللغة المصرية القديمة اللي هي الهيروغلوفية اللي كان بيعرف بالخراطيس وأسماء ملوك مصر القديمة وملكات مصر القديمة برضو وكمان نلاقي بالنص اليوناني مكتوب فيه إن هو بيميز اسم بطليموس وكليوباترا ودي اللي أدت إلى فك رموز حجر رشيد وفك رموز اللغة المصرية القديمة اللي هي الهيروغلوفية وكمان المصريين لسه بيطالبوا بحجر رشيد اللي كان في بريطانيا هيجيبوا مصر علشان عدى عليه 200 سنه على فك رموزه ودلوقتي وزير الاثار الاسبق دكتور زي حواس هو بيطالب محب الاثار ان هو يرجع حجر رشيد من المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ان هو يعرضه في المتحف المصري الكبير في مصر ودكتور حواس طالب المجتمع الدولي ان هم يح... يجيبوا الاثار المصرية القديمة اللي كانت موجودة في متاحف العالم يعبدها في مصر وعلى رأسها حاجة بشيد انا اتكلمت النهاردة عن حاجة بشيد ان انه عدى 200 سنة على فك رموزه يا بيت اول ما بتشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك الفيديو وكومنت وشير على قد ما تقدر يلا بقى سلام عليكم